سبوا هذا الشيء، راه هادشي راه حرام. حنا كنناشدوا سيدنا والسلطه العليا في هاد الدنيا هذه، في هاد المغرب وفي هاد سمو. شوفوا ما كانوش ما كاينينش هنا، كاين في اسفي الله يحضرهم، غادي يحضرهم الوراديو من معه. المره الثانيه كيرجع لمين؟ المره الثانيه كيرجع لمين؟ لماذا؟ فهمت هاد الكريدي اللي كيهزوا 10 المليار من الثقافين ولا 17 المليار؟ هزوا لكم حتى حتى الفلوس ديالكم؟ قال لك غيحجزوا، الا ما باغيين يحجزوا لنا على هاد الكريدي ديال لابونك اللي هز علينا هو. يا واش واش علينا مخلص لي الديور ديالنا وهو هز علينا كريدي؟ انا ما دخلت لبلادي باش نشري دار في بلادي ودخلت معايا فلوس، في الاخر طلعنا لقينا نصابين نصبوا علينا وخذوا لينا فلوسنا. هادشي اجي انت على الاساس اجي مناقشه ميت من جديد. فاطمه كلبس الابيض، كنا في الجلسه دابا دخلنا تسجلت 4/12 اكيد نتسناو، ما جابوش الحق المدني وما كانوش ما كاينينش هنا، كاين في اسفي الله يحضرهم، غادي يحضرهم الوراديو من معه. المره الثانيه كيرجع لمين؟ المره الثانيه كيرجع لمين؟ لماذا؟ ما فهمناش 10 سنين تقريبا دابا حنا كنجريو ولينا ساكنين في المحاكم. وبالنسبه لي انا كجاليه مغربيه، انا دخلت لبلادي باش نشري دار في بلادي ودخلت معايا فلوس، في الاخر طلعنا لقينا نصابين نصبوا علينا وخذوا لينا فلوسنا. هادشي ظلم وحقره، وكنجيو حتى شي واحد ما باغي يعطينا راس الخيط. فينا ما هاد الفلوس؟ غير في المحكمه، غير في المحكمه وقتنا كله، لا انا لا الناس. تقريبا شحال من واحد توفى، هاي هاد المراه توفى لا راجلها بسبب هاد النصب اللي طرا لينا مع هاد الوداديه. ما عرفنا ودادي، مره كيقولوا وداديه، مره كيقول لك لا ماشي وداديه، ما عرفنا اشنو هاد النصب. حنا شرينا ماشي وداديه في الاخر، اللي يقول لنا وداديه 100% كل شيء تقريبا هنا 100% كل شيء مخلص 100% ومخلصين حتى الميتراج. اش قال لكم محامي؟ قال لنا حق، هضروا على الحق المدني وراه تاجلت تحت، قلت لك 4/12 حتى يتوصلوا. يعني اطراف اخرين؟ اطراف اخرين للورادي ومن فقدتي الراجل ديالك؟ فقدت بسبب هذا الملف. مسكين ما فرحنا في هذا الملف، تفقدت على هذا الكريدي ديال لابونك اللي هز علينا هو. يا واش علينا مخلص لي الديور ديالنا وهو هز علينا كريدي؟ انا ما فهمتش هاد الكريدي اللي كيهزوا 10 المليار من الثقافين ولا 17 المليار. هزوا لكم حتى حتى الفلوس ديالكم؟ قال لك غيحجزوا، الا ما باغيين يحجزوا لنا على المشروع. فلوسنا هذوك اللي عندهم، هذوك راه فلوسنا حنا باش مخلصين المشروع، باش مخلصين الديور. المشكله باش غنكملوا المشروع ديالنا؟ باش غنكملوا حنا هذا المشروع حنايا؟ واش حنا يقول لك حكموا عليه حقه النقد؟ هزتينا في 10 سنين النقد، 10 سنين دابا عاوتاني النقد، وما تيجيوش ما تيجيبوش ما تيحضروش. ما فهمناش اش هذا الشيء، ما بغاش يتفهم لينا شنو. واش واحد عندهم كل شيء الحجوج، عندهم الدلائل وعندهم باش ناصب علينا وباش، وفي الاخر تيبقاو اجلوا اجلوا اجلوا، راه عيينا حنايا. واش هو قريب يكمل 10 سنين وحنا باقيين كنمشيو ونجيو؟ هو بادي في 6 سنين، انا يحبسوش غندير بها؟ انا عطوني داري ولا عطوني فلوسي؟ واش واحد خدا الفلوس مغبر وشوف فين دايرهم ولا الله اعلم ليه باش يخرج يتبرع مبرع هو ولادو واللي معاه كيجيو يتفتحوا علينا؟ واللي ما فهمت انا شو حق الله ما فهمت. سمعنا بلي حتى هو غيديروا لي الحجز. علاش غيديروا لي الحجز؟ كيقول لك هو زيرو درهم حجزوا لي، قال لك على شي حاجه عنده. ما فهمناش، ما بغاش يتفهم لينا حنا هادشي، نكذب عليكم والله ما بغى يتفهمنا. عينا الصحافه راه ولات حافظه معنا الملف كلها، اي صحافي تهضري معاه على اتلانتيك بيتش يقول لك اشنو كاين، لان هذا الشيء زعما والله كيحز في الخاطر. انا فقدت الزوج ديالي بهذا الفقسه ديال هذا لابونك هذه، فوقاش ولا اله الا الله شهرين دابا. واش انا نبقى جايه انا بالبيض ديالي للمحكمه؟ ما حرامش على حتى واحد ما كي ياخذ بعين الاعتبار هاد الناس اللي كيتوفاو. راه توفاو معنا 17 واحد يتوفات معنا من اجل هذا الشيء ديال هذا النصب وهذا الشيء، راه هادشي راه حرام. حنا كناشدوا سيدنا والسلطه العليا في هاد الدنيا هذه، في هاد المغرب وفي هاد سمو. يشوفوا لينا كيفاش يديروا. المحامي تيقول لك حق المدني، المحامي تيقول لك الحق المدني راه كيتسناو في الحق المدني. انت تاجلات له كات دوز نهار 4/12 لاسباب، لان ما حاضرش اسمه ما توصلش، قال لك حقه بالاستدعاء وبان هذا سميتو صاحب الحق المدني ما كاينينش حتى هما ما كيجيوش. بركه في راسك شي واحد فامين ما قال لي والو. اذا المشاهدين الكرام كنتم معنا من مدينه طربيضه بالضبط بمحكمه الاستئناف، هذا ما قررته المحكمه بخصوص ملف اتلانتيك بيتش. اذا المتابعين الكرام
كنشكركم دائما على حسن المتابعه، متابعينا الاوفياء، متابعي لو زيرو، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.